ايها المواطنون خذ جو انا تلقوا هو وضع الكمامة ولما كتكلفناش كثير. احنا كنتواجدوا الان في السوق الاسبوعي للسيارات المستعمله بجماعه السن واللي هو سوق جهوي تقريبا. الحمد لله من بعد مجموعه ديال الاجتماعات فيما يخص اتخاذ المسائل الاحترازيه للحد من انتشار وباء كورونا، ها نحن اليوم في السوق ديال السيارات في السن نقوم بحمله لتوزيع الكمامات في إطار البرنامج الإقليمي اللي قام به اعطى السيد العامل. الحمد لله النظام على أحسن ما يرام، الأبواب مختلفة، الدخول من باب الخروج من باب آخر، يعني السيارات هما نفس الشيء هما كيدخلوا من باب وكيخرجوا من الباب الآخر، يعني وكاين واحد الإقبال الحمد لله بعد جولة مع السيد القائد والسيد رئيس رئيس الدائرة تبين لنا بأن الناس ملتزمين بارتداء الكمامات، كما قمنا بتوزيع مجموعة ديال الكمامات بتعاون مع السلطة المحلية في هذا الإطار ديال في إطار عملية تويزي وفي إطار ديال البرنامج الإقليمي لتوزيع الكمامات. هذه الكمامات اللي من نوع التوبي، نوع ديال التوب اللي كي ممكن تغسل وتعاود يستعملها الإنسان عدة مرات من أجل التخفيف على الناس باش ما يبقاوش يشروا الكمامة ويعاودوا يلوحوها في نفس الوقت. الجمعية قامت بحملة تحسيسية في جماعة إسن اللي هو الجمعية كتواجد في دوار أو اللي هي الجماعة وجدت ديال هذا الوباء كورونا كيحسوا الناس على حسب التعقيمات وعلى حسب من هرا نجي درجة كمامات